كيف عاملهم مع عادل باربع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام، ونجدد اللقاء بكم في كيف عاملهم النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الحلقة كيف كان النبي يجالس ضيوفه ويضحك معهم ويتبسط في حديثه معهم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهو من يعلمنا ويربينا كيف نتعامل مع ضيوفنا. فعن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل بنا ضيف بدوي فجلس به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام بيوته، فجعل يسأله عن الناس كيف فرحهم بالإسلام وكيف حدبهم في الصلاة، فما زال يخبره من ذلك بالذي يسره حتى رأيت وجه رسول الله نضرا، حتى إذا انتفخ النهار وحان أكل الطعام دعاني، فأشار إلي مستخفيا لا يألو أن ائتي بيت عائشة رضي الله عنها، فأخبرها أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا. قالت: والذي بعثك بالهدى ودين الحق ما أصبح في بيتنا شيء يأكله أحد من الناس. فردني إلى نسائه كلهن يعتذرن بما اعتذرت به عائشة رضي الله عنها، حتى رأيت لون رسول الله صلى الله عليه وسلم كسفا. وكان البدوي عاقلا ففطن، فما زال البدوي يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال: إن أهل البادية معانون في زماننا، لسنا كأهل الحضر، إنما يكفي أحدنا القبضة من التمر يشرب عليها الشربة من اللبن، فذلك الخصب. فمرت عند ذلك عنز لنا قد احتلبت، كنا نسميها ثمراء، فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمها وقال: ثمراء ثمراء. فأقبلت إليه تحمحم، فأخذ برجلها ومسح ضرعها وقال: بسم الله. فحفلت، فدعاني بمحلب لنا فأتيته به فحلب وقال: بسم الله، فملأه، ثم قالت: فع بسم الله. فدفعت إلى الضيف فشرب منه شربة ضخمة، ثم أراد أن يضعه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عل، أي زد من الشرب. فعاد ثم أراد أن يضعه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عل، يعني الشرب بعد الشرب. فكرر حتى امتلأ وشرب ما شاء الله، ثم حلب فيه وقال: بسم الله، وملأه، ثم قال: أبلغ هذا عائشة فلتشرب منه ما بدا لها. ثم رجعت إليه فحلب فيه وقال: بسم الله، فملأه، ثم أرسلني إلى نسائه، كلما شربت امرأة ردني إلى الأخرى وقال: بسم الله، حتى ردهن كلهن. ثم ردت إليه فقال: ارفع إلي، فرفعته فقال: بسم الله، فشرب ما شاء الله. ثم أعطاني، فلم آل أن أضع شفتي على درج القدح، فشربت شرابا أحلى من العسل وأطيب من المسك، وقال: اللهم بارك لأهلها فيها، يعني العنز. وإذا لم يجد النبي عليه الصلاة والسلام ما يضيف به ضيفه لا يتركه، إنما يكلم أحد أصحابه من يستطيع أن يضيف هذا الضيف حتى يقوم بالواجب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت: مثل ذلك، حتى قلنا كلهن مثل ذلك، لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال عليه الصلاة والسلام: من يضيف هذا الليلة رحمه الله. فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعل يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين، أي جائعين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما، فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
من فوائد ذلك الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته من الزهد في الدنيا والصبر على الجوع وضيق حال الدنيا. وكان عليه الصلاة والسلام يكرم ضيفه وإن كان كافرا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو كافر، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها، ثم أخرى فشربه، ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب 7 شياه، ثم إنه أصبح فأسلم. فأمر له رسول الله عليه الصلاة والسلام بشاة فشرب حلابها، ثم أمر بأخرى فلم يستتمها. لذا علمنا كيف أن شأن إكرام الضيف عند النبي صلى الله عليه وسلم شأن كبير، وهو من الإيمان بالله وباليوم الآخر. الله يجعلنا ممن يكرمون ضيوفهم، وأن نكون ممن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.